ينتكلب الدنيا ترفد ابنا الابو ترفد ابنا الابو ترفد ابنا الابو. بسم الله الرحمن الرحيم. ايها الاخوه والاخوات المشاهدين قناه عونه، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. يسرنا ان نلتقي في الجزء الثاني من لقائنا مع إدارة الصندوق الوطني لدعم الرعيل الأول للثورة الإريترية. معنا الأستاذ إدريس شانينو المسؤول المالي، والأستاذ فوزي سعد صالح الرئيس الحالي لإدارة الصندوق، والدكتور صلاح إبراهيم جمع الرئيس السابق والعضو الحالي في الإدارة. ونستكمل الحديث من حيث انتهينا. هناك العديد من البرامج التي يعني نفذها الصندوق يعني، والبرامج الأخرى التي هي بصدد يعني التنفيذ. نبدأ يعني مع الدكتور صلاح، يعني كم عدد البرامج التي تم تنفيذها بشكل إجمالي حتى الآن؟ يعني حقيقة يعني هو زي ما قلنا المشروع مشروع إنسان هو، وكان الاهتمام بشؤون الرعيل الأول، فيعني مجرد المساعدة هي مساعدة مادية يعني. يعني وفي نفس الوقت يعني شكر لهذه الفئة يعني قدمت كثير للشعب الإريتري يعني. فنحن نفذنا 4 مشاريع يعني، وهي عبارة عن دفعات يعني، ممكن دفعة تتراوح ما بين 30 و50 فرد يعني. فهي نحن بندي مثلا 100 دولار أمريكي لشخص. فكان في 4 دورات يعني، أو أربعة دفعات، ويعني الناس رحبت بها، لأنه هو من ناحية المادية دي شيء رمزه يعني، لكن كون الفكرة والناس تتذكر هذه الفئة، فده كان الهدف منها يعني. فنحن تقريبا لغاية الآن يعني نفذنا هذه الـ4 دفعات. الدفعة يعني راسخة في ذهننا هي الحفل اللي كنا عملناه بمناسبة تجربة يعني في وجود المناضل الشهيد يعني بطل وقائد معركة تجربة أبو رجيلة. يعني ما هو الصدى يعني لمثل هذه الدفعات اللي احنا عملناها يعني؟ أولا زي ما ذكر الأخ الدكتور صلاح، هذا المبالغ اللي أرسلناها هي مبالغ رمزية، وهي اعتراف بدورهم النضالي ونوع من الشكر. أما بما يخص بالموضوع بتاع التجربة، هي معركة رمزية بالنسبة في نضالنا، والمنادل أبو رجيلة في منزله عملنا مناسبة جد فيه كل الفئات، وحتى الناس اللي كانت لها خلاف أجد وعملوا يوم قدر وقعدوا مع بعض، وكان لها أرشاد كبير جدا. يعني شيء جميل يعني، من واحد يعني يلهج بالعرفان وبالجميل يعني في هذه الفئة يعني، خاصة هم أعطوا كل شبابهم يعني من اجل اريتريا ومن اجل التحرير، حتى يعني تحقق هذا التحرير يعني في قبل 20 عام، والحمد لله جزء منهم حضر، ولكن للاسف الشديد طبعا يعني النتيجه النهائيه يعني هم ما ذاقوا ثمرتها يعني بشكل جيد. الحمد لله التحرير تم وكذا يعني. البعض منهم يعني يعاني يعني حتى من انه ما عنده يعني قوت يوم يعني. يعني الحته دي يعني ما مدى استشعار الناس لها يا استاذ ادريس يعني؟ لا هي طبعا مساله ما سهله، لان دي يعني ادوا كل اعز ايام شبابهم ادوه في الساحه الاريتريه من اجل هذا الشعب. واريتريا زي ما قال الاخ عبد الله تحررت، بس هم ما استفادوا. هم بالعكس اليوم موجودين اغلبهم في معسكرات لاجئين يعني. الاغلبيه منهم قاعدين في معسكرات اللاجئين. والفكره دي لما بدات بالمناسبه، لما انحكى المنادل محمود محمد علي ملكين، جاب قصة بتاع شخص في يوم من الأيام كان يقود لواء، اليوم في هذه الظروف قال في كسل لما شفته يشحت قدام مسجد
فعلا العمليه ده اثرت فينا وبدا الصندوق ذاته كانت هذه النقطه اللي خلتنا نحن نستشعر ونقول يا اخواننا نادي شبابه نحن نخليهم اليوم يشحطوا قدام المساجد. فهم في نهايه يعني في نهايه يعني او في يعني في خليفه العمر زي ما يقول يعني البعض منهم عمره اكثر من 70 سنه يعني ونعرف يعني انه بعض منهم حتى للاسف الشديد يعني يشتغلوا يعني اعمال قد تكون صعبه عليهم يعني يجوا بيقودوا الدروس عشان هم يعرفوا انه يسالوا الناس يعني. والله في مناضل يعني يبيع ليمون يعني في سوق كسل يعني يفرش شويه ليمون مش يعني عنده اسمه ده يعني ف يعني ده عيب يعني في حق الشعب الاذهبي. فنحن من هنا بدات الفكره على اساس ان الناس على الاقل نقول لهم احنا ما نسيناكم بس ظروفنا ما ساعدتنا. يوم الناس دي المفروض يرجعوا الوطن يرجعوا اريتريا ويكرموا لان دي هم لولاهم ما كانت دي الاستقلال ما كان جرى والناس دي ما بدوا هذه الثوره. طيب الاستاذ فوزي كان ذكر يعني انه حتى الناس اللي عندهم خلافات يعني مع سيد ابو رجيله وكذا يعني المرحوم يعني الشهيد ابو رجيله كان حضره يعني ناس يعني بهذه القامه يعني ما هي طبيعه يعني الخلافات اللي يعني بسرعه يعني رغم انه ما يهمنا نحن في الاخر يعني لكن يعني حتى هم يعني يعرفوا انه الشعب الاريتري عايزهم يعني يكونوا على قلب رجل واحد عشان حتى نحن قبل كده سعينا انه نوحدهم يعني. طيب يعني نحن كان هدفنا شنو من انه توحيدهم؟ هل نحن عشان يعني يكونوا هم يعني نحن تابعين لهم ولا كيف يعني ولا كان نحن اغراضنا فقط يعني انه هم يعني يساعدونا في انه توصل نتيجه لانهم يعرفوا بعض توصل يعني المساعده للشخص تفضل سيدي. فالموضوع بالنسبه لابو رجيله عشان اوضح الخلاف ليس مع ابو رجيله بالعكس ابو رجيله كان الناس تلتف حوله. فحتى المناسبة لما اخترنا ابو رجيله الراجل دي لانه تحترمه كل المناضلين والناس اللي كانت لهم خلافات اللي اجوا في بيته احتراما لهم. فدي نحن في نظرنا كمنظمة ما عندنا علاقات بالتنظيمات او علاقات باي خلافات انما نحن علاقتنا بالاشخاص وحسب ظروفهم الموجودة وعندنا ليست وبنتعامل بها. فبالنسبة للمناضلين القدامى ظروفهم الصعبة زي ما وضح الأخ إدريس نحن أيضا كان يوصلنا رسائل من السودان كأفراد بسبب الظروف الناس اللي كانت تعاني بها وحلول هذه المشاكل رأيناها إنه إذا الناس قعدت مع بعض وكونت منظمة ممكن تحل هذه المشكلة. فكده الأخ محمود ملكين المناضل محمود ملكين جاب لنا بعض المعلومات والظروف اللي كانت موجوده وبسبب هذه الظروف اجتماعات تكونت ومنها قامت هذه المنظمه. هذه المنظمه مسجله في الحكومه الاستراليه والحكومه الاستراليه لها قوانين وحسب هذه القوانين تتكون المنظمات وتكون مسؤوله في عملها. لكن ده لا يعني طبعا انه الحكومه الاستراليه بتساهم باي شكل. الحكومه الاستراليه لا تساهم بشيء انما هي تسجل وتتابع العمل بتاعك ان لا يكون تلاعب في اموال الناس. وهناك كل سنه لابد ان ترفع تقارير للمكتب اللي سجل فيه. فلذلك اصلا هذه المبالغ اللي بنجمعها من الاريتريين كافراد ان لهم الحس الوطني اللي لهم الضمير واللي لهم احساس بانه المنادلين القدام هم اللي عطونا وقاموا لشرف وكرامه هذا الشعب. طيب الاستاذ ادريس يعني في الفتره الجايه يعني ما هي الرؤيه؟ يعني نحن حنواصل بهذا الشكل كل ما يكون في يعني مبلغ لو نوزع 100 رغم ان ما بتسد حاجه الناس يعني يعني لابد انه يكون في شكل اخر يعني من انه يكون في حلول يعني انجع او افضل من المساعدات الماديه البسيطه يعني. طيب الناس دي طبعا فعلا كلامك صح لانه نحن الناس دي بيعانوا اغلبهم بيعانوا من بعض الامراض المزمنه اللي عنده سكري اللي عنده ضغط. الناس دي فيهم وفي ساعات ما يتحكموا فيها في اي مبلغ يشتروا به الدواء بتاعته. فهسه عندنا برنامج للمستقبل ان شاء الله عايزين نعمل لهم الضمان الصحي لكل شخص له ولاسرته
كل سنه ندفع لهم المبلغ اللي يدفع للضمان الصحي في السودان. اللي هو تقريبا مبلغ 40 دولار يعني. ايوه في المفروض هم 40 كم 40 يعني نقول 50 دولار 50 دولار لكل فرد ممكن احيانا يضم اسرته يعني. يعني يقدرون تكون معنا. نعم. فنحن فعلا قاعدين نسعى عشان نعمل الموضوع ده وقاعدين نعمل نجمع معلومات منهم هم على اساس الموضوع ده ما يقدر يعمله الا ان يكون عنده جنسيه وتابع. طيب الاستاذ خير الله اللي هو يعني المسؤول يعني او هو مندوب الصندوق في الخرطوم يعني هو مشكور طبعا له دور كبير جدا جدا كثير من المعلومات بل انه كان يعني يتكلف انه يوصل المبالغ دي للفرد وياخذ توقيعات يسوي لهم حتى يعني حرام الموالات يعني حتى احيانا كانت تحصل لهم مشاكل ماليه للمواضيع دي كده يعني. طيب يعني تجنبا لانه فرد واحد يتحمل كل العبء في السودان يعني كان في لجنه تكونت يعني ممكن تكلم فعلا احنا كوننا لجنه والان مع الاخ الخير والمجموعه الجماعه دي ابدوا استعدادهم ان يساهموا مع الخير في تمويل التوزيع جمع المعلومات الناس ممكن في منه ادريس ادريس الدكتور عثمان بريفي الدكتور عثمان بريفي وفيهم الاخ ادريس عبد الله وكل وفيهم زي في السودان اللي هو على العموم يعني أيوة. انا حتى برضه مندوب في بورسودان وفي يعني بعد كده المظله برضه حتتسع طبعا هو العمل طوعي الناس دي ما بتاخد اي ما عندهم اي ما بيعمل عكس استعدادهم وهم يفهموا يعني في زياره الاخيره يعني مشيت للاخ رضا يعني في مكان عمله يعني الراجل ده يعني من كثره ما مستشعر الموضوع ده رغم انه مشغول يعني يعني لعمله البيزنس الخاص بتاعه خدت في الغرفه الخلفيه الـ يعني ملفات وخدت الكمبيوتر فيه وكل الداتابيز بتاعت الناس دي فالناس يعني بتقطع الموقع وتدي يعني للناس دي يعني فاحنا ان شاء الله في المستقبل عايزين نعمل موضوع بتاع الضمان وده اللي قاعدين الناس عليه ونعمل وبلغنا الجماعه هناك طبعا اللجنه المتكونه مع الاخ الخير على اساس يرتبوا هذا الموضوع كيف يكون كم التكلفه كم العدد الناس اللي يجب ان يسجلهم ونحن نامل ان شاء الله هذا الصندوق ان يتبنى هذا الموضوع وعلق نضمن لهم مساله بتاع علاج لهم والحسن. طبعا المبلغ اللي نحن نتكلم فيه لو تكلمنا يعني بين 40 ل 50 دولار لاكثر من 200 250 شخص يعني دي مبالغ كبيره يعني يعني وحتى يعني اكد يعني انه العضويه اللي موجوده في استراليا ما حدا بتغطيها يعني نحن الحمد لله في استراليا عندنا مدينه ملبورن وادلايد الناس كلها مساعده يعني وحتى حندخل كمان كامبرا ان شاء الله قريب لانه في ناس مشت من هنا مشت كامبرا برضه نحاول نخليهم هم يوسعوا لكن طبعا احنا ندعو يعني بقيه الناس الاريتريين المهاجرين يعني في الدول الثانيه الدول الثانيه بما فيها دول الخليج يعني ناس تساهم معانا عشان نغطي المشروع ده لانه مشروع كبير وحيحتاج مننا مبالغ يعني ونعمل يعني زي ما حصل من الكويت قبل كده في الناس ساهموا وفي ناس ساهموا من السودان في الدفعه الاخيره في عدد كبير من الجماعه الناس اللي عندهم امكانيه الاخ الخير جمع منه مبلغ بتاع معونه ل 20 نفر وقدمت مع الـ مع الـ مع الـ مع الدفعه اللي مشت منها فنامل الناس كلها عشان تساهم في هذا الموضوع الا قبل الناس دي نضمن لهم مثلا العلاج الصحي. نعم هذا البرنامج نحن نرجع يعني ما دام نحن وضحنا انه نحن بنعمل في المجال الاجتماعي كان في شكوى يعني اثناء المؤتمر الاخير في بسبب كده وقابلنا ناس يعني يشتكوا انه نحن ما بنتعامل معاهم رغم انه هم اللي يمثلوا الرعيل وفي نفس الوقت قابلنا مجموعه ثانيه بتقول هم اللي بيمثلوا انه فلان ده ما يمثل وكذا يعني يعني حتى انه الموضوع ده يعني ننتهي منه يعني دكتور صلاح ممكن تحدثنا فيه نعم والله يعني عشان نحن يعني عارفين انه في الرعيل فسائل موجوده يعني فاستراليا كانت محاوله جاده يعني مش للتدخل في قناعاتهم السياسيه لكن لتنسيق بيناتهم يعني فالاخ المناذر الاستاذ حسن دبيان مشى السودان وموجه يعني من الصندوق وهو كمان عضو في اللجنه الاستشاريه فكانت محاولة جادة نكون كل المجاميع
يعني لجنة أولا لتسهيل العمل يعني، وحتى إن شاء الله عشان يكون تقارب بيناتهم يعني. فمن جانبنا كان محاولة جيدة، لأنه نحن عرفنا إنه كل مجموعة يعني تعامل معها صعب يعني، وحتى خير الله بيجد صعوبة يعني في التعامل مع كل مجموعة يعني. فالمحاولة مشت مشوار، بس في النهاية للأسف ما تم يعني المشروع. فمن جديد نحن نقول يعني إن شاء الله يعني لو في لجنة تنسيقية ما بيناتهم يعني بتسهل لنا العمل يعني، ويكون المفهوم يعني يكون متقاربين يعني. طيب هم حاليا طبعا عاملين لجنة تحضيرية للمؤتمر يعني، أو بالذات المجموعة بتاعت رابطة الراعين يعني. ف يعني نحن ايش علاقتنا يعني كصندوق يعني باللجنة؟ احنا اولا من البداية من المؤتمر اقرينا انه حيكون علاقتنا مع الافراد حسب المعلومات اللي عندنا، لانه الخلافات الموجودة في داخل الساحة بتنعكس المجتمع بتاعنا كل مرة، فلذلك ما نريد ان نكون جزء من الخلافات. فلذلك نحن حسب البرنامج بتاعنا واللوائح بتاعنا، هذا الجمعية هي جمعية إنسانية بتساعد الناس، فإذا في مجامع وفي داخل هذه المجامع إذا في ناس محتاجة نحن بنساعد المحتاجين، لكن إنه نفصل بين مجموعة وآخرى دي ما عملنا. إنما حسب الناس إذا في أحد ما مسجل عندنا وحسب القرارات بتاع المؤتمر اللي هو من 61 ل 65 منادل ومحتاج، احنا مستعدين كل مره نسجله ويكون جزء مننا. لكن حاليا هناك في طبعا استعدادات للمؤتمر ونامل انه تكون ناجحه بالنسبه لهم، لكن حاليا نحن حسب الفلوس اللي قاعدين نجمعها هي لمساعده الافراد. فمن هذا المنطلق نوضح لكل الأشخاص أن هذا اللجنة قاعد تعمل للمؤتمر، ونحن قاعدين نعمل حسب اللوائح بتاع المؤتمر بتاعنا. طيب في نقطة أضيفة الرد اللي نحن رسلناه في نقطة أود أضيفها في كلام الأخ فوز سعد. طبعا في عدو من اللجنة التحضيرية موجود في استراليا أكثر من عدو، المهم في كذا واحد عدا لجنة تحضيرية ده ممثل جام مساعد لهم، لكن اللجنة التحضيرية الأخ عبد الله لكن البقية دون لجنة لا، هو الأستاذ يعني المناضل عبد الله سعيد هو يعني الممثل للرابطة هنا في أستراليا، لكن أعضاء اللجنة التحضيرية في الأستاذ صالح جنجام وفي الأستاذ صالح حمدي يعني المناضلين. فنحن ورينا الأخ عبد الله هذا الموضوع ان نحن في المؤتمر نحن كافراد ممكن نساهم معهم، لكن كصندوق ما عندنا اي علاقه باي مؤتمر. والاخ عبد الله قعدنا معه وريناه الكلام ده، لانه حسب اللوائح الداخليه بتاعنا الموضوع ده ما نقدر نساهم فيه، لكن نحن كافراد اعداء لجنه او اعداء الصندوق اذا عايزين يساهموا معك كافراد ده موضوع يخصهم. صحيح. اما كصندوق نحن ما عندنا اي يعني ما عندنا اي توجه عشان نساعد حسب اللوائح يعني. فبالتالي نحن نأكد يعني انه الصندوق لم يقم بدعم اي جهه سياسيه، ولا حتى اللجنه التحضيريه يعني ما قدم لها اي دعم. اي دعم. واذا كان في شخص يعني في الاداره من جيبه الخاص يدفع عليهم ده طبعا موضوع لكن في الاخر. وبرضه الحته دي يعني ترجعني احيانا يكون في اشكالات، والصندوق يعني احيانا يكون ما فيه مبالغ تغطي يعني، فكيف ممكن الناس يعني تحل مثل هذه المشاكل يعني؟ كيف يعني؟ يعني احيانا بيكون في اشياء طارئه يعني زي مثلا في الاول لما جينا كونا الصندوق وكذا كان ما في اموال يعني الناس تتحرك بها يعني، فكان الشيء المعروف انه الاعضاء المؤسسين كان طلعوا من جيوبهم وانشوا، وكمان احيانا تحصل مشاكل خارج اطار الاعداء اللعنه كل مره بدوا من جيبهم الخاص دفعوا مبالغ على اساس يحلوا بعض المشاكل اللي كانت موجوده. بعد مرات مثلا بيتصل يقول مثلا شخص معين عنده العائد لعلاج، نحن ممكن ننتظر لحد الصندوق ما يجمع فلوس والصندوق ما عنده، فاعداء اللجنه بيتحملوا واللي يقدروا يتساهموا من جيوبهم ويبعثوا. في البدايه لما بدانا هذا الصندوق
قبل عشان يجمع هذه المعلومات اعداء اللجنه كلهم كل واحد ذهب مبلغ معين لتجميع هذه المعلومات اللي اتجمعت، وفي ناس ما مسجلين، احنا هذا اللي جانا من الخير ما هو كفايه، مش هم كلهم، في ناس برضه زي ما قال الاخ فوزي، في ناس من 61 ل 65 ما مسجلين، لكن احنا ما نعرف اذا اي شخص يعرف اي انسان من 61 ل 65 كان منادي في الساحه الارضيه وموجود وما مسجل معنا وما وصلته الى هذا اليوم اي مساعده منا واسمه ما مذكوره يبعثوا لنا معلومات، ونحن في ثقه الاستعداد ان يكون عضو في هذا الصندوق زي ما قال الاخ. طيب دكتور صلاح، قبل يعني في موضوع المؤتمر العريض يعني الجامع ده حتى لا يكون مفهوم خاطئ، يعني نحن لما نقول الصندوق ما حيتعامل يعني لان اهدافه واضحه هي، لكن نحن افراد في اداره الصندوق بجديه حنعمل يعني لسهم مساعدين لنجاح الصندوق، ايوه لنجاح المجتمع بكل اهتمام وبكل جديه حنعمل يعني كافراد يعني، ولو في اي مبادره في استراليا مثلا لدعم مال يعني نحن حنكون في كافراد خارج الصندوق، خارج الصندوق طبعا نجاحهم يهمنا، وحدتهم تهمنا ونجاحهم يسهل العمل على العموم يعني. يعني كانت يعني هذه النقاشات يعني في خلال هذا الحوار الطيب يعني يعني مثمرة، وأرجو أن تكون قد يعني أوضحت كثير من الجوانب في عمل الصندوق الوطني لدعم الرعيل الأول للثورة الإريترية، والشكر موصول يعني للأستاذ إدريس شاهين والأستاذ فوزي سعد صالح والدكتور صلاح إبراهيم جمع. لكن أود أن يعني أن أبعث برسالة يعني لجميع الإريتريين يعني خاصة الموجودين خارج يعني أرض الوطن أن يساهموا يعني في هذا المشروع، لأن هذا المشروع يعني بالأساس هو مشروع يعني للتعبير عن وفائنا لهذه الفئة من الرجال والنساء الذين أعطوا يعني ثمرة شبابهم للثورة الإريترية وضحوا من أجل هذا الوطن حتى نال الوطن يعني السيادة وأصبح دولة مستقلة يعني لها علم ولها مقعد في الأمم المتحدة. يعني مثل هؤلاء الرجال في أي وطن آخر يعني يتم التعامل معهم يعني بشكل يعني فوق العادة، يعني فمن العار يعني أن يكون أي من هؤلاء يعني محتاج ولا يجد من يعينه. يعني فبالتالي يعني نتوجه إلى جميع الإريتريين، إلى أي شخص إريتري له القدرة أن يساهم في هذا المشروع يعني أن يساهم معنا حتى يعني نغطي سوءتنا في هذا الجانب، خاصة في مشروع الصحي التأمين الصحي يعني للإريتريين اللي هم من المشمولين يعني في هذا البرنامج من أعضاء الرعيل الأول، إنه نغطي لهم على الأقل يعني علاجاتهم يعني ومبلغ 40 إلى 50 دولار يغطي يعني لأسرة كاملة تأمين سنوي يعني. فإن شاء الله يعني نود يعني إنه الناس تساهم معنا. لو في كلمة أخيرة يعني عايز أوجهها للأستاذ إدريس تفضل. يعني أنا أطلب من الأخوة اللي ما ساهموا في ميلبورن مدينة ميلبورن، الأخوة اللي ما ساهموا في هذا الصندوق في بيرس وأدلايد كمان في بيرس وأدلايد وفي جميع مناطق أستراليا اللي ما ساهموا في هذا الصندوق أن يساهموا وأن يلتحقوا بهذا العمل، لأن هذا العمل أبسط شيء زي ما قال الأخ عبد الله. عايزين نرجع للناس ديلا نقول لهم نشكركم فيما قدمتوهم في عز أيام شبابكم، الناس ديلا أنه شبابهم في الساحة الإريترية من أجل هذا الوطن وهذا الشعب. فالرجاء أي واحد ما يساهم أن يساهم، خاصة نحن هسه مقبلين على مؤتمر يعني للصندوق. يعني الآن الإدارة الحالية تحملت أكثر من سنتين يعني من 2009 حتى اليوم، الناس ثلاث سنوات تقريبا يعني متحمله اداره هذا الصندوق، فحنعمل مؤتمر قريب والناس تحاول تشارك ويعني بمجهوده وبمال يعني. وفي الختام يعني الشكر موصول لقناه عونا يعني على هذا اللقاء ولجميع الاخوه في الاداره ولجميع من ساهم في هذا المشروع، ونخص بالشكر الاستاذ عبد الوهاب جميع يعني لهذه المقابله، وهو طبعا السيد المخرج يعني. شكرا، السلام عليكم.